هاي، كيف حالكم؟ خليني أتكلم شوية عن العروض اللي مسوينها لكم أبليكيشن لون. طبعا ما يحتاج إني أتكلم لكم عن أبليكيشن لون، لأن أبليكيشن غني عن التعريف. الحلو إن أبليكيشن لون كل مرة راح تشوفون فيه عروض مجددة، فاللي حابين يشترون جوال جديد، لابتوب، من هذه الأشياء. طبعا أبليكيشن لون مسوين لكم تخفيضات على الإلكترونيات، وغير كذا تقدرون تستخدمون الكود حقي بعد. وأما بالنسبة لهذه البراند اللي مسوينها أبليكيشن نون، راح تلاقون فيها منتجات تناسب كل احتياجاتكم اليومية، من فواط، من بارتبل تشارج، يعني كل شيء أنتم محتاجينه الأشياءكم اليومية راح تلاقونها بهذه البراند. طبعا هذا الاستشوار عندي منه مرة حلو، بنفس الوقت ما يحرق الشعر ومو حار واجد على الشعر، فاللي تحب تسوي شعرها يوميا خذي هذا. وإذا دخلتوا أبليكيشن لون، أهم شيء تركزون على عروض الميجا، لأن هذه العروض راح تتغير يوميا. كل مرة راح تشوفون في عروض جديدة وبأسعار خيالية، فهذه العروض لا تفوتكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.